انيو، ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. انا دينا من دينا شانل. النهارده معانا فيديو جديد تبع كي انفلونسر. طيب التوبيك بتاع الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن رحلتي في دراسة اللغة الكورية. كتير منكم عارف ان انا مش متابعة كوري بقالي كتير قوي. لا، هو انا متابعة مثلا من 2016. بدأت ازاي بقى في ان انا اتعرف على الكوري؟ انا اصلا كنت بتابع انمي كتير جدا جدا، فكان من ضمن الانمي ساعات بعرف ان في الانمي ده ليه لايف اكشن كوري او مسلسل او دراما كوري، فبحب ان انا اتابعها، اشوفها، اشوف بتتكلم عن ايه، حتى لو هتشوف زي عرض تاني للانمي اللي انا لسه متابعاه. فكان اول حاجة جربتها ساعتها كان بويز اوفر فلاورز، اللي هي فتيان ما قبل الزهور. بصراحه انا كنت حبيت الانمي قوي، حاولت اتابعه مانجا بس فشلت لان ما كنتش فاهمه حاجه من الرسومات، كانت ضعيفه خالص. فبصراحه اول لما شفت الدراما عجبتني قوي، والستيم بتاعها عجبني، وبدات بقى اللي هو اتابع الدراما ورا التانية ورا التالتة. بس يعتبر كان اكتر سين كان عاجبني قوي كان دراما اللي علاقه بالتاريخ او الهيستوريكال بوجه عام. حسيت كوريين يعني قصر، يعني ملك سيجنج، عصر جوسون، عارفين انت الجو ده، القصر واللبس والهامبوك. انا يعتبر كوريا بالنسبة لي الجزء ده قوي، رغم ان في سن سنين في مرة قال لي على فكرة كوريا مش هامبوك، كوريا مش قصر، كوريا مش كده. احنا خلاص دلوقتي احنا في العصر الحديث، احنا مبنستخدمش الحاجات دي غير في المناسبات، ومش كل الناس بتستخدمها. فرغم كده كانت الحاجات دي مؤثرة فيا قوي، واعتبر اكتر حاجة جذباني في كوريا. فاستمريت في مشاهدة الدراما، واستمريت زي ما انا بتابع انمي بتابع دراما من انمي، بتابع دراما من منهوا او من ويب تون، وكملت زي ما انا كده لغاية لما جيت في 2021. بدأت قلت لا انا هتعلم ياباني خلاص، انا حبيت الياباني وعندي كمية كلمات وعندي يعني قاموس جوايا حافظاه من كتر ما بتفرج على الانمي وكتر ما بشوف الدراما حتى اليابانية. درست فعلا ليفل 1 مع سينسي برايفت. درست الكاتاكانا والهيراغانا، وفعلا بدأت أقرأ بيهم، والموضوع ما كانش صعب. يعني مش ما كانش صعب، هو كان صعب جدا طبعا، فكرة ان يبقى في كذا ابجدية وان انا استخدمهم مع بعض وابدا افتكر الحرف ده معناه ايه. وكمان كنا ساعتها في رمضان وفي بدايه كورونا او في وقت كورونا، فما كملتش معاها الكورس. وبصراحه كملتش على كده، حاولت اكمل لوحدي. كان الياباني صعب شويه والكانجي يخوف، فكل الفتره دي طبعا كان في امتحانات، كان في حاجات كتير، فكان الموضوع صعب جدا ان انا اكمل في الياباني. وانا عماله افكر انا في دراستي في الجامعه انا هعمل ايه في اللغه التانية. انا يعني كنت مقررة ان اخلي الياباني لغة تانية بتاعتي، بس صعب صعب ان انا اقدر في مثلا في 6 شهور ان يبقى عندي حصيلة لغوية كافية ان اقرا كتاب. طب هعمل ايه؟ ففي وسط الوقت وانا عمالة افكر واتكلم مع نفسي كده، لقيت قدامي مركز ثقافي الكوري اللي في مصر هنا منزل اعلان تقديم الفصل الدراسي الثاني. كان شهر تقريبا، كان شهر 12 او شهر 11 سنة 2021، وكان ساعتها تقريبا اخر يوم للتقديم. فقلت طب ليه ما جربش حظي؟ ساعتها مليت الابليكيشن وحاولت ان انا اشوف ميعاد مناسب ليا، فاخترت كان ميعاد جمعة وسبت. كان ساعتها تقريبا كنا اخر سمستر، تبقى فيه مرتين مش ال4 ساعات ورا بعض. المهم يعني فضلت قاعدة وخلاص بقى. بالنسبة لي كنت ساعتها شغالة في أنا أصلا شغالة مدرسة زي ما انتوا عارفين، فكان ساعتها فترة الامتحانات، فما كنتش مركزة بصراحة غير مع شغل التصحيح في المدرسة والأعمال الورقية. لغاية لما لقيت وأنا قاعدة كده في مرة لقيت إيميل بيقولك تم قبولك في المركز الثقافي الكوري في دراسة اللغة الكورية. فاللي هو إيه ده؟ اتقبلت في معهد سيجون. كنت بصراحة يعني مش قادرة اوصف لكم ساعتها الاحساس نفسه كان ازاي. انا كنت عارفة ان في ناس بترفض بالسنين، يعني مش مثلا مرة ولا اتنين، لا
خمس ست سبع مرات، وفي ناس لغايه دلوقتي ما اتقابلتش ولا مره. فقلت ايه ده، الحمد لله الحمد لله انا اتقابلت. يمكن ساعتها كانت دي الخطوه او العلامه اللي من ربنا اللي بتقولي لا استمري في دراسه الكوري، اعرفي الكوري اكتر، اعرفي الثقافه، اعرفي اللغه، اتعاملي مع الناس نفسها، وغيري فكرك عن ان اسيا كلها عباره عن اليابان. بدات فعلا اللي هو اتعمق شويه في الكوري. بعد بدات بقى ادرس في الكلاس مع سنسو نيم سلمى، هي سنسو نيم مصريه دكتوره في كليه الالسن قسم اللغه الكوريه. المهم فضلنا ندرس انا وزمايلي، ندرس الفرق. احنا كان ميعادنا الساعه 8 الصبح، نصحى من النوم كان شغلنا بقى فظيع. يمكن هتلاقوا الصورة دلوقتي محطوطة في الفيديو بتوريكوا شكلها كان بقى عامل ازاي الصبح، محدش فينا فايق لغاية لما نبدأ بقى الدرس. فكرة بقى أول ما بدأت أدرس الحروف، ايه ده سهلة قوي، هي أبجدية واحدة بس تبدأ نفس طريقة الياباني يعني، بس على أسهل وما فيهاش يعني ايه لف كتير، وما فيهاش تفكير ولا فيها ان انا احط مثلا حاجه زي اكزو كده زي الفرنش او حاجه فيتغير نطق الحرف، لان في الحروف في الياباني بتحط عليها شرطه من فوق فبتلاقي الحرف مثلا بدل ما كان ح بقى خ. فلا حسيت الموضوع سلس وسهل، واخره في اللعب خالص لما يبقى الحرف المتحرك حرفين مع بعض في اوي مثلا. فلا ايه الحلاوه دي، بدات بقى اللي هو ادرس الموضوع سهل، القرايه بقت سهله. مش هقول لكم برضو ان الموضوع بالنسبه لي كان تافه يعني، لا انا قعدت برضو خدت مجهود كتير وقعدت في القرايه عشان ابدا اظبطها، مش بسهوله. وكمان حته النطق يعني، انا بعرف اقرا دلوقتي بيني كويس جدا، بس ممكن وانا بنطق او مثلا في محادثه ابقى برضو بتلخبط شويه، لان لسه برضو بشتغل على نفسي في الكوري قوي. ما عرفتش ان انا اكمل بعد كده في الترم اللي بعده، بسبب طبعا نظام المعهد اتغير، بقى لازم ناخد 4 ساعات ورا بعض، وما عادش فيه ولا جمعة ولا سبت. وبالنسبة ليا ان انا بشتغل من الحد للخميس ومن 7 الصبح للساعة 3 العصر، هما اخر كورس من الساعة 12 لاربعة، ف كان بالنسبة لي مستحيل خالص نقدر اكمل في المركز. فللأسف ما قدرتش اكمل الترم اللي بعده، بس ساعتها كنت قابلت في الكورس الخاص او الفصل الخاص، الفصول الخاصة اللي كانت موجودة في نص السنة أو في أجازة آخر السنة، كان شهر تقريبا 7 أو 8، كانت عن يعني حاجة بقى أنا بحبها، الثقافة بجد. طبعا هو كان في كورس محادثة كمان وكورس دراما، بس أنا حبيت إن أنا آخد الثقافة، وكنت مع سنسو النيم لي. بجد كان سنسو النيم قمر. بدأ يعرفنا على الثقافة بجد بقى، بدأ معانا واحدة واحدة من أول تحية الملوك، ازاي بنقدر نحيي الملك، لغاية لما بدأنا بقى نتكلم عن القطر والمترو وشبكة المترو المعقدة. وهو اللي علمني أو هو اللي علمني وقال لي إن فعلا الثقافة مش عبارة عن هامبوك، الثقافة بتتطور، كوريا بتتطور، احنا دلوقتي في العصر الحديث مش في العصر القديم. يعني الكلمة دي دايما بفضل شايلاها كده كتير. المهم بعد الفصل ما خلص للأسف ما كنتش، طب أنا هعمل إيه؟ خلاص كده أنا هبطل كوري. قلت بصراحة أذاكر مع نفسي، واشتغلت على نفسي فترة لغاية لما لقيت برنامج كونكت، كوريا كونكت بيفتح. كوريا كونكت ده كان عبارة عن ايه، تعليم من خلال اللعب. نبدأ الأول يعلمونا حاجة زي رقصة كيبوب كده ونبدأ نعمل عليها، بعد كده يبدأوا حاجة زي شو مسرحية صغنن كده، يبدأوا يشتغلوا جوه السيم. ومثلا النهاردة ساي هنتكلم عن الهامبوك، يبدأوا مثلا يبقى يعملوا مسرحية ويقعدوا يتكلموا، طب ايه ده انت لابس هامبوك، طب ايه ده انت عامل كذا. كان الموضوع مسلي جدا، حسيت ان التعليم مش بالصعوبة اللي انا كنت فاكراها. وفي وسط ما بيتكلموا مثلا، طبعا هما بيتكلموا انجليش لان البرنامج عالمي، فمش الكل هيبقى هيقدر يتكلم هيفهم الكوري، فهما بيتكلموا بيبدأوا يعلمونا كذا كلمة. طب انتوا دلوقتي بتشوفوا حد تقولوا ايه، انيو هاسيو، انيو هاسيو، هيبدأوا يعلمونا بطريقة لذيذة وبطريقة حلوة. فتطلع مثلا من المين كلاس وانت مبسوط وخدت منه شوية معلومات ثقافية ومعلومة ليها علاقة انك عرفت تتعلمي رقصة، وهتبدأي انك تدربي عليها وتجربيها، وبيفضلوا معانا واحدة واحدة لغاية ما نبدأ نتعلمها.
افتح عليك، انا كنت بقفل الكاميرا وكنت بجربها كتير بس يعني مش قوي يعني. وبعد كده بيبداوا المايند ليكتشر، بيبقى فيه مايند ليكتشر ده عباره عن ايه، عباره عن ايه، عارفين مثلا لما تحضروا درس تنميه بشريه، هي حاجه نفس السين كده، مايند ليكتشر تنميه عقليه وذهنيه، اللي هو بيبداوا يدونا حبه قيم، بيحاول سنسون نيمي يطبقها معانا. غالبا بيبقى سنسون نيم لي المسؤول عن كوريا كونكت، وسنسون نيم بيتر اللي بيترجم معاه الليكتشر نفسه. بعد كده بنروح بنتقسم بقى كل واحد وبلده، كل واحد والكلاس بتاعه، وبيبقى فيه برايفت كلاس للغة بقى، يعني بعد ما خلاص لعبنا واستمتعنا ورقصنا وغنينا وخدنا المايند ليكتشر، لا خلاص بقى احنا مش هنقف كده، لا احنا هنكمل كمان وهناخد برايفت ليسون ليها علاقة باللغة الكورية. في الغالب بيبقى احنا مستويات مختلفة، فبيبقى بيبدأوا بالبدايات خالص، او لو لقوا مثلا الأغلبية العظمى خلاص بيعرفوا يقرأوا، بيبدأوا بقى يخشوا في محادثات قصيرة. فلما لقوا ان الموضوع مثلا هنا بالذات في مصر، ان احنا عندنا مركز ثقافي كوري، وفي عندنا ناس كتير متعلمة لغة كورية، سواء ذاتية سواء من جامعات سواء من المركز، بدأوا يعملوا ايجيبت كونكت يعني. واتمنى بصراحة ان البرانش بتاعهم يفتح قريب في مصر، يعني هكون مبسوطة جدا. المهم ان في ايجيبت كونكت الموضوع منظم اكتر من كده، ان في اكتر من ليفل، في البيجنر، في المتوسط، في الادفانس، وكل واحد وليه اكتر من كلاس، يعني مثلا بيجنر 1 بيجنر 2، وفي مثلا متوسط 1 متوسط 2، كذلك في الادفانس كل مستوى بقى بنبدأ نشتغل مع السنسون نيم. صراحة انا حضرت ايجيبت كونكت او كوريا كونكت سيزون 3 وانا طالبة، وايجيبت كونكت 1 وانا طالبة، بس ايجيبت كونكت 2، ايجيبت كونكت 3، وبرضو كوريا كونكت 4 و 5 انا كنت فيهم، كنت فيهم متطوعة ومن التيم نفسه، بس رغم كده برضو كنت بحضر وبستفاد، حاجة بسطتني جدا. وبصراحة الكوري برضو ما وقفش على التعلم هنا، بدأت برضو ان انا ابقى عضوة في كي انفلونسر وعضوة في كوريا نت، وابدأ ادور وابحث واعمل فيديوز واعمل حاجة، زي مثلا انا دلوقتي بعمل فيديو عن تجربتي مع اللغة الكورية او مع كوريا بوجه عام، بس كل ده بعمله بسبب كي انفلونسر. نفس الكلام في كوريا نت، ببدأ ادور وبكتب المقال عشان اقدر اظبط واوري الناس انا استفدت ايه من كوريا، استفدت ايه من اللغة الكورية. يعني كوريا بتعني لي كتير يا جماعة بجد. انا بشكر المركز الثقافي الكوري ان هو كان بداية الانطلاقة الرهيبة اللي انا بقيت فيها دلوقتي دي، يعني مش قادرة اوصف لكم يعني الروابط زادت ازاي بيني وبين كوريا، حبيتها اكتر وادتني كتير بعد ما حبيتها، يعني مش هضحك عليكم واقول لكم انا حبيتها، بس لا هي ادتني كتير قوي، سواء بقى ان كان في فرص كتير، ويعني مثلا انا بكره عندي ليكتشر او عندي حصه او كلاس في اكاديميه الطبخ الكوري في مركز ثقافي، وان شاء الله هعمل لكم فيديو ليه علاقه بيها. فهي لا هي كوريا بتديني كتير، فليه ما احبهاش؟ طبعا اكيد في حاجه كتير انا وقعت مني ما قلتهاش في الريكورد او في الفيديو ده، بس بجد يا جماعه انا بحب كوريا جدا، واتمنى واتمنى ان كوريا تديني اكتر ما انا بتديني لغاية دلوقتي، وان شاء الله يعني عندي امل ان برضو ما يبقاش مجرد هدايا صغنونة وحفلات وحاجات زي كده، لا ان شاء الله اسافر. دعواتكم طبعا، لو انتوا شايفيني انا دلوقتي كنت قاعدة في مكتبة ذاكر، مكتبة المركز الثقافي الكوري، طبعا انا حاولت ان انا اوريكم بقى وانا مندمجة في المذاكرة. طب انتي بتعملي، طب انتي ليه بتسوي نفسك؟ قلت اكيد هحتاج الفيديو ده، وده كان الوقت اللي انا احتاجت فيه الفيديو. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تدوسوا اللايك والشير والسبسكرايب، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه هي تجربتكم، اكتر حاجه حبيتوها في كوريا، ايه اللي جذبكم في كوريا، وهل انتوا ناويين تكملوا في الكوري، كوريا ادتكم كتير زي ما ادتني، هستنى كل الإجابات ديت عندي في الكومنت،
طبعا لو هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس كل اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي، تقدروا تكلموني عليهم وتعملوا لي فولو ايد على الفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب. باي.